انا ما كنعرفش ليا اليوتيوب واش دابا ماشي كنصح به جاوبنيش على الميساج ديالي ولا ولا وصافي راه سطيتيني انت ما تزابيش عباد كي غادي بعدا بداكشي والله الا الحمد لله احنا غادي دابا راه صافي كتمشى انت في الزنقه هادي صراحه بين وبين لا 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 حاجه غير شويه شوف شويه كي مزيان والله الا تبارك الله عليك انا عرفت داك تبارك الله عليك والله الا شوف دابا اليوم نتسناو الدوكيمونتير ديالك دابا دابا ندير شي حد عاد تني لي تشارجي مزيان شارجي الكونتنت مزيان وبين الليل ولكن شوف راه الناس دابا تيعرفوا غير شي حوايج كنبوستيهم ولكن انا متاكد باللي ضروري كاينين شي حوايج اللي ما كنبوستيهم فوالا تا غير شي واحد النهار اي ولكن دابا انت بوستيتي الدوكيومونتير ديالك دابا كلشي في الكومونتيرات في البوست وفين هو الدوكيومونتير ديالك وهذا وهذا فين هو ولكن درتي لاباغ اسامي واش هو زعما زعمي فوت فوت والله تفوت لا 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 والله تفوت دابا اليوم غنترينيو معاه غادي نتبعو انا قلت ليه شوف قلت ليه انا عطيني واحد النهار كتمشي لاسال وبغيت نجي معاك باش نتبعك بغيت ندير واحد لونطريمون ديالك دابا شوف انايا دابا مؤخرا انايا فواحد السويتش ما بين انه كنتريني لا ميسكولاسيون هادشي اللي كندير وبديت لا بوكس وبديت كنتونجاجا في لا بوكس كثر وانا بدا نحاول نلقى واحد ليكيليبغ دونك دابا انايا راه ماشي غادي نحط لك بروغرام اللي خاصو يمشي عليه واحد كيدير لا بوكس مع الميسكولاسيون انا يلاه كنحاول نلقى داك ليكيليبر ما بين هذا شو انا راه ماشي برو فهاد الكوتي ديال لا بوكس الا شتوني قلت شي حاجه وما كانتش 100% هي هذيك يلاه كنحاول نلقى داك ليكيليبر من هنا لواحد العام ميبي عامين ان شاء الله نحط لكم اللاص تيخصني نلقى داك ليكيليبر ما بين ان عندي واحد البودي اللي فيت وما بين انه في نفس الوقت اللي كنت في لابوكس غنكون خفيف غتمشي اكزاكتلي فوالا لا وتسنى ما قلتهاش ليكم بعدا كان خاصني ندير لا كومبات بوكس معاه اول مره تلاقيت معاه قلت له شوف غادي ندير واحد الفيديو ديال لابوكس هذه هي البلان اللي قال لي بلا ولكن ساعه شتيني انت انا اللي تعطلت كنا معاوني غنديروها في شهر 12 شهر 12 من ورا الدوكيومونتير بشي شهر صافي بقات معطله شهر بقات معطله والخدمه شحال دابا باش بديتي لا ميسكولاسيون كان عندي قول 10 سنين دابا 10 سنين كندير لا ميسكولاسيون شتي دابا عقلتي في البدايه فاش يلاه بديتي وكتبدا تمشي للصال وكتبدا تشوف صدرك بدا كيتزاد واحد شويه وكتبدا تقول واو والله الا كيبدا هاد الانيرجي هادي ديال واحد يلاه بادي فاش كتوصل ل 10 سنين ما تبقاش دابا كتجي عارف راسك كتجي باش تريني فوالا كتولي غير خاصك تحرك وصافي هاد الانيرجي كتعاود ترجع عليك فاش كتبدا شي سبور جديده شي نهار كيبان لك شي جاب جاي وكتخوي عليه بالخف كتقول وين انت اللي كتعرف ندير هادشي فهمتي كتشوف راسك في رجليك كنتي ثقيل وكتجي واحد النهار كتلقى راسك باللي فاش جاتك ضربه مع درتي مع بعدتي كتبدا تقول واو والله الا عندي البوتونسيال نزيد نكمل الا كومباريتي دابا الفيديو الاولى ديال لابوكس كتدوكيمون انت لابوكس ديالك كدوكيمونتي في انستا راه كنشوف وانا باقي عاقل واحد الاولين ديال لابوكس وهاد الاخرى هادي اللي ترى الموفمون ديالك ماشي فرق كبير ومشكل انا ما تنحسش بهذا الشيء فهمتي ما تتكونش كتكون تتعلم شي حاجه راه ما تتكونش تحس براسك ها انت دزتي من ال بي كتكونيش هاد الفروتين انت كتلقى راسك وليتي في بي وكتعرف هادشي والله ولا ما صورتيش هادشي ما كتلاحظوش المهم هادشي علاش كندوكيمونتي صراحه هاد القضيه راه تنأكد عليها بزاف واحد واخا ميكونش ناوي انه مثلا غير بوستي داكشي في يوتيوب غير يبقى صور راسك اكزاكتومون exactly. غيتبقى عندك داكشي فوالا فاش كتشوف راسك بواحد فوالا كتشوف راسك بواحد العين خارجه عليك اكزاكتومون exactly. كتشوف شي حوايج ما كتشوفهمش ما كتحسش بهم فاش كتكون وسط داكشي فاش بديتي فاش بديتي كنتي كدير البوش ابس كتلقى راسك مثلا كنتي كتقول انا كندير 100 واو الا صورتي راسك كتلقى راسك كنتي كتنزلي كترجع لي مهمه ملي مثلا كتبغي واحد الفيتنس جورني تيك ا بيفور بيكتشر شوف راسك بيفور ماشي الوزن الوزن راه حاجه ولكن خديتي بيفور بيكتشر من بعد خديتي بيكتشر مانث ليتر راه ماشي غادي تشوف داك الشيء دابا المشكل اللي كيطرى للناس حتى انا طاري لي هادشي انا دايز منه فاش تبدا مثلا كنا كنساليو سيونس كان شي واحد عنده تليفون انا ما كانش عندي ديك الساعه كيصورنا انت فاش يلاه تتكون بادي ما تيكونش يعجبك راسك كتشوف ديك الصوره كتقول لي مسح شوف كيفاش كنبان انا هاد التصاوره هادو عاقل عليهم وتمسحوا ودابا نشريهم فلوس باش يكونوا عندي غير باش تعرف انت منين باغي فوالا حيت فاش كتبدا ما كتكونش عندك ديك العقليه ديال راه غتكون واحد الافتر من هنا ل 10 سنين هاد التصويره هادي غتولي غير اكزومبل صح اللي كتولي تقول بو شو كيدير بصح كتشوف هذيك الساعه داكشي تصور خذ التليفون حطو صور راسك واخا ما يعجبكمش راسكم دابا ما تشوفوش بالعين ديال دابا شوفوا بالعين ديال من هنا للسنين الجايه المهم يلا
دابا انت كدير فول بودي مره فول بودي مره بوكس مره فول بودي يس دابا فاش بديت مثلا الا جيت درت غير سيونس ديال البوش فاش غنبغي نتريني غدا مع الكوتش غنلقى راسي صعيب عليا نبقى هاز يدي هكا فاش كنضرب كنحس بتريزيت عندي عيان دونك انا خاصني منشدش واحد الا ترينيت مثلا غير الليكس غنحس براسي غدا في رجلي عيان ولا ترينيت مثلا البول كنحس براسي في ظهري حتى هو باش نصيف الضربه عيان دونك ما خاصنيش نشد ستريس ونحطو دقه واحده على الكور ديالي تنشد داك ستريس او داك الفوليوم اللي عندي كنقسمه على السيمانه وكندير دي سيونس اللي كل مسكل كنعطيه شويه باش الغد ليه ما نصبحش موعد بزاف ونفضل انه نكون في سيونس ديال لا بوكس اون فورم ونكون سمحت شويه في الفوليوم ديالي في سيونس في الميسكولاسيون على انه نصبح في سيونس ديال لا بوكس عيان بسبب سيونس ديال الميسكولاسيون ديال البارح شحال كدير سيونس ديالك دابا شوف انا بحال قلتي كان عندي واحد التارغيت باغي نوصل ليه في كور ديالي وصلت ليه وما بقاش شي حاجه اللي كتانتريسيني بزاف صافي انت كتحبس كتسافر كتلقى راسك ضعافيتي ياك والله الا رجع تعاود تبدا عاوتاني تعاود ترجع تبدا واش صافي مبارك انت الى 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 حبستي الضعف كنضعف صح انا كنغلاب كتغلاب والله يلا غلاب انا كنضعف وخا نقول ناكل صح والله الا حيت اصلا لاباس ديالي كديره لاباس ديالي كان تقيل انا كنضربها بالماكله كنسافر انا كنجي كنلك كنلقى راسي صافي القبيات كيبرزطوا في السطوح هذيك اللعيبه شكون اللي ما عارفهاش اصاحبي ولكن انا كندويك على يلا شفتها في القبيه هذوك القبيه وشوف ما تزابيش ياك والله بالنسبه لك انت كت هكا هي العاديه عندك كنقدرش انا نهبط بحال هكا حيت دابا ماشي كنهبط هكا راه كنهبط رجلي ركابيه كيوسعوا فهمتي دونك واخا غادي تشوفني هكا ولكن في النزله راه كنمشي ها اما الا مشيت هكا غنحس براسي غنطيح لقدام ما نبقاش ادير ليك اكزاكتومون ما عنديش سوبليس اصاحبي ما كانش ديما السكوات ديالي انا هكا انا راه عندي تقريبا واحد الربع سنين الاولى السكوات ديالي كانت عيانه وقلت لهاد 3 سنين الاخرى وهي تزاد عندي الموبيليتي وما تزادش عندي بسبب شي بروغرام كنت غادي عليه تزادت غير بكثره السكوات سي سا فاش عندك حتى كنشوف كتهبط مزيان حتى كتوليت كندير جوج ديال لي سيونس في السيمانه وديك سكواتي عاود سكواتي مع الوقت كتزاد عندك الموبيليتي واخا ما تكونش خدام على الموبيليتي انا خاصني عندي فيها مشكل كبير باقي نعقل كان اللي كيشوفني في الصال تيقول لي راه السكوات غدر ظهرك بصح والله انا كيعيان سكوات كانوا تيبقاو يقولوا لي غدر ظهرك كيقولوا كي غندير لي كل واحد وفين كيلقى راحته في السكوات لا فورم ديال الرجلين دابا انا ندير بحالك ما تجيش مزيان ما غنحس بشي حاجه مشي هادي بصح فيد مع لابار كاين اللي عزيز عليه يشد البار هكا كاين اللي عزيز عليه يزير انا فاش كنزير كنحس براسي حاكم لابار مزيان انت عندك الصح كاين اللي لا انا كنتخلع من السكوات توحدت واحد النهار عرفتي واحد النهار تروماتيزيتي واو 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 عرفتي طلعت بوك سمعت شي حاجه ظهري ما بقيتش كندير سكوات قول واحد 6 شهور حيت السكوات حتى يلاه بديت كنعاون فيه دابا لي دونك هادشي جديد انا صراحه عندي الزهر مع السكوات والله حيت من ديما عمري ما كندير السنطه وهادشي دابا ماشي كنصح به غير ولفت فاش كندير السنطه كنحس بها زيرتني وكنحس بشكل ما ولفتهاش في البدايه وكنت وصلت لاربعة ديال البليتس ديال العشرين وكنزل بلا سنطه وعرفتي ما حد معمر ظهري ما طرا لي كيف ما طرا لك عندي الزهر صراحه والله الا عندي الزهر هذيك شي خصك ديروا السنطه ديروا السنطه فاش كنديروا الوارم اب انا كندير غير شي ثلاثه ديال لي ريبيتيسيون حتى لجوج اللي كنحاول نولف ركابيه هاد لا شارج هادي اللي راه غاديين كنطلعوا فيها حيت الوارم اب اللي كنتي كديروا وكتعيا فيه راه ما كيتسماش وارم اب راه دخلتي في الخدمه اييه تما خليو هادي عندي غير جوج دابا الكور ديالنا ديما كيحاول يتادابط علينا غير على ستيل دو في ديالنا الا كنتي كدير شي حاجه الكور ديالك كيحاول يتادابط عليها وكيحاول يولي في احسن فيرسيون باش انت تكون كدير هذوك لي زاكتيفيتي عندك في النهار وانت مرتاح كنت غير تبقى مريح حتى دير لك الشحمه كنتي كتريني على حساب اش من سبور كدير كيتادابط عليها وكيولي في واحد الشكل اللي كيجريو مثلا بزاف غير حيد الماكسيموم ديال البوا هذاك الكور باش تولي انت تجري
بلا ما يتقل عليك هذاك البوزيت فهمتي غيخلي غير داك الشيء ضروري. كنتي كتريني مثلا نقولوا كتهز الويت على حساب كيفاش كتمشي في لي بروغرام ديالك على حساب كيفاش غيولي هو كان الهم ديالك لي بيرتروفي باغي تكبر الماس ميسكولار تي خصك تمشي على واحد ستيل لونطريمون بالضبط اللي كتحاول تستيميلي به لي ميسكول ديالك باش يكبروا. كنتي مثلا باغي تمشي على ستيل لا بوكس غيحاول الكور ديالك يتادابطي يخلي لك غير دوك لي ميسكول اللي ضروريين غير باش نتايا تكون كتبيرفورمي مزيان في لا بوكس وباش تمشي على لونطريمون ديال لا بوكس راه ما تكونش كتمشي بنفس ستيل ديال لي بيرتروفي تي خصك البروغرام ديالك تخلي واحد الكومبينيزون ما بين سترينث كتهز تقل وما بين ليكسبلوزيفيتي تحاول تفهمتي داكشي ما غاديش يكون مثلا نقولوا السكوات خاص سكوات ما كتحتاجش بزاف ما غاديش تاكد على ان خاص تكون مايند ماسل كونيكشن وطلع داكشي ما تيكونش خاص داكشي اكسبلوزيف حيت فهمتي فاش غادي تكون كتضرب ما غاديش تكون تقول لي بلاتي ندير المايند ماسل كونيكشن كيفاش غادي نجيب الضربه وهادشي هذا ما حدك تبدل البروغرام دونطريمون ديالك ما حد الكور ديالك تيتبدل معاه دونك دابا ما حدي انا كنحاول نلقى ليكيليبر ما بين هاد الجوج ها انا كندير دابا سكوات غنطلع شويه لا شارج لواحد القياس بالضبط باش فخادي ما يضعفوش ليا بزاف تعجبوني الفخاد قلب الشارطي رقيق ما تعجبنيش تجيني فخاد واعر بصح الشكل كتشوفه براي زوينين شي واحد عنده الفخاد كتشوف شي واحد كيتريني فوالا كتحط لامبرسيونيش خونا خونا سبورتي اكزاكتومون تجيكنيش عندك نقدر نسمح في الفوق وما نسمحش في الفخاد صح لا انت العكس لا انا ما نسمحش في الفوق لا انا ما يمكنش يكون عدير لي صغيرين والفوق الفوق لعبة الكرة تيكون عنده لتحت ناضي تحت ناضي والفوق ضعيف صافا انت راه ما تغلطش فهمتي ما غتغلطش كندير دابا الروماني داد لف مانيفيك سالي مع الكوات كندوز الروماني داد لف كنتارغيتي حتى الكلوت من بعد عندي البولابس ندوز اللاتس والبيسات شويه من بعد كندير البنش بريس بعد المرات نقدر نزابي البنش بريس وندوز ندير بوش ابس اكسبلوزيف صافي من بعد كندير الاوفر هاد بريس بلي زالتير خفاف ولكن يكونوا اكسبلوزيف ولي ريبيتيسيون ماني باش كتعرق مزيان صافي هنايا كيبقى عندك نتايا التشويس واش تزيد بيسات تريسابس ولا لا ما كنزيدهمش لامبين ما صراحه زوين غادي نمشيو اكسبلوزيف غادي يبان لكم داكشي واعر انت غتبدا انت ها انت غتبدا انت شنو شي سبور اخر من غير لاميس انا كندير السوف صافي غادي ليه انا كعزيز عليا ياك تبغي زعما تكمل تافونسي فيه مزيان كان عندي 16 هكا كنت كندير كومبيتيسيون ديال السوف والله كنت غادي في السوف تمشيت نقرا صافي كلشي زعما خصني نجربو اش كتجربو شي نان نجربو شي نان ديك نجربو دابا واحد الله يتمشي صافي مشات ها سمعتو والله يتمشي معاك اش كون اكسبيريونس واعره تكون اكسبيريونس واعره تدير حتى ايشاك ولا لا شتي دابا الرومانيين داد لفت غنزيد 20 ندير بها 8 ديال لي ريبيتيسيون غدا غنصبح ما كنحس بوالو والماس ميسكولار ديالها تكون ثابته الا درت 100 ودرت بها 8 ديال لي ريبيتيسيون غدا غيصبحوا ضاري وغنحس بها السيونس دونك تنبقى دابا انت كتريني على قبل باش تبقى فورما ديالك باش نكاردي كاردي ما بغيتيش دير ايفولوسيون ديال الفورما تاعك لا ما بقاش الحال دابا لا ما بقاش كتهمني سي سا دابا باغي تريني على قبل السوبليس على قبل اكسبلوزيفيتي وباش تبقى مزيان انت دابا هادشي اللي كنديرو دابا غير باش نكاردي هي نكاردي ماس ميسكولار صح مزيان حيت ما درتش هادشي غيتحيد هاد لي ميسكول هادو اللي كاينين هنا ان شاء الله بقى شبات اييه وايد انا اللي عندي ها هكا كنحس بكثر كنحس بالستريتش كثر فاش كنكون ناعس انت فاش كتنزل كتوصل ركابيك لهنا لا انا تيبقاو هنا ما تنزعزعهمش تيبقاو هنا ثابتين طن انت كتنزل شويه مع بحال الا غدير ديد ليفت مع تنوصل للستين تيخصني ايدين سويتش من هنا لهنا سويتش قريب حيت الا بقيت هكا غتزلق ليا كتزلق قبل من هنا دابا هاد ليكزارسيس واعر كتخدم به الكور اونتي لي موسكل كاملين سوليسيتي باش تقدر دير هاد ليكزارسيس الناس كيسحاب ليهم كيتخدمها لا بارتي ناري كيفاش كتسمى بالعربيه شناهي
المهم الهامسترينغ الهامسترينغ كيكسامي من نفس الخمار الهامسترينغ هادي ولكن ديدليف كتخدم كلشي دابا كتشد انت لبرا كتسوليسيتي لي زيبول كتسوليسيتي لي برو كتسوليسيتي لي زومبو لي زابدو دائما كتكون كونتراكتيف لي زابدو راه الا لاحظتي كاع لي زيكزيرسيس اللي اختاريت راه دايرين هكا اييه سكوات ما كاينش ايزولاسيون كلهم عندك الصح كلهم كومبلكس فول كومبلكس خليها ظهرك حقر عليا لا شوف لا والله لا عجبتيني فادي لكن ما عطيتيش ليا لا سير لكن دارني ظهري والله ما نقربش لها دابا صافي دابا صافي الا مشات ليا ظهري على انت كتعرف راسك اكثر مني اخويا تحمل المسؤوليه ديالو ولكن بلاتي جيتيني اجي من هنا باش تهدى عليه حتى نتوما دابا الا كنتي غتشد من هنا وارجع يدك قادم والله تقادم قادم والله يتقادم كنشد من هنايا ومن هنا بصح غير كانت عندي رجل غنمشي لك ليكي عندك الصح عرفتي انا الا درت هكاك غنحس براسي دايره شركه بي كيفاش ولا حمرين كيحردها واه نادي نادي انا حيد علينا اللور دابا راه علينا الفوق كما نسولك شي حاجه كيفاش انت انا بزاف الناس كيسولوني على قبل هادي ديال بوزيتيف ديال كتوري واحد ليماج في السوشيال ميديا ما عمرتي وريتي ليماج كاعي واحد النهار شفت واحد ستوري ديالك قلتيها راه ما عمرني غادي نوري زعما الا كنت كاعي ديال بصح وباش كون كاعي ديال بصح راه خاص لا لا غلط عندنا تصوري فيرسيون ديالك الا كنتي معصب دابا كيفاش انت في السوشيال ميديا معروف الناس كيجيو عندك كيعطيوك الطق من هنا ومن هنا ومن هنا اللي كنت كنتي ظريف ما درتي والو كيجيو كيضربوا هاو دو يو ديل وداس كتحاول تخرج منها باحسن طريقه ولكن هادشي ما كيعنيش باللي راه ما ما كيبقاش في الحال بعض المرات فهمتي شي مرات دابا ولكن كنت فهمتي دابا السوشيال ميديا مخلطه بزاف وبزاف اللي كينافقوا دونك عادي الا جا شي واحد غيولي يبان ليه اي واحد عنده فولورز منافق فهمتي دونك الا انت شاد واحد ليماج 8 سنين هادي ومقادها مزيان غيجي غيسمر لك انت غيعطيك فهمتي اي عندك الصح انت تيخصك تعرف باللي هادشي هذا عادي كيقدر يطرا صافي تتقبلها صافي كدوز قدامو ولكن شوف كيجي واحد الاوقات اللي كتقول علاش هيك علاش داروا لي هادشي انا كنت كطرا ليا بعض المرات فهمتي كنولي نقول صافي الا كان كيف ما غادي دير غادي تلقى بنادم كينتقد داكشي اللي راه كدير كيحكم عليك كيتجادجي في داكشي اللي راه كدير بعض المرات ثاني يكون على طبيعتك بروفوكي بنادم فهمتي كضحك فهمتي غنجي غنضحك تقلقتي ما تقلقتيش سير دبر راسك انا داير هاك انت هي كتحاول تكون بالفيرسيون اللي انت مرتاح فيها وصافي ما تضركش بزاف تضرك بزاف الا كنتي كتحاول تقاد راسك مزيان وكيجيو كيعطيوك تبقى فيك الحال بحال الا كنتي درتي زبله جات ماماك وعطاتك العصا ماشي مشكل درت زبله درتي زبله ولكن الا جات عطاتك العصا وانت ما داير والو هنا فين تجي وهذه يبقى فيك الحال الا مشات تكبرت بزاف تتقدر تجي واحد النهار تتفرقع حيت إلا بقيتي مزير وبقيتي كتجمع وبنادم كيديرها لك ها كيجي واحد النهار كتفرقع وحده وكتكون خايبه تقدر تخرج على راسك تبقى وحده ما إلا كنتي مره كتخرج كتزبله وكترجع كتسمع شويه الهضره مره تخرج فهمتي كتبقى مجاري شويه الامور شوف صعيبه وكل ما كبرات ليماج ديالك بزاف كتزاد صعاب انا في هاد الشهور هادو الاخرين من الدوكيمونتير لدابا الكاركتر ديالي ديال ديما باقي هو ديال دابا واي حاجه وليت تنقولها كنلقاها في لي باج مخوده بطريقه خايبه هذيك هي المشكل يمكن في واحد الستوري ديال قلتيها راه انا اللي كنقولها في الباج ديالك شوف انا نعطي واحد المثال في الفيديوهات ديالي كنت كندير مثلا ذات شانلز اولا مثلا بعد دوكيمونتير 14 الفلوس ادسنس ديال الدوكيمونتير كامله فرقتو مع الفولورز ديالي هادشي هاد النوع ديال الكونتوني فاش تنخرج للزنقه راه تقدر تخيل 20 واحد في النهار انا خارج وما تنخرجش بزاف وفاش تنخرج 20 واحد في النهار وادير لي شي تشانج خويا الله يحفظك خويا هادشي عادي زعما انا كنت كنتوقعه اييه ولكن انا النهار الاولي درت هاد الكونتنت راه قلت هذا راه ماشي صداقه هذا انا تنكون فرحان تنخرج نتلاقى مع شي واحد يتفرج فيا تنقول ليه ما كنتسنى والو وحتى هو ما خصو يتسنى مني والو اصلا كنعطي اللي ما كيتسناوش مني اما اللي جاي كيقول لي دبر عليا ما دبر عليا وديك فهمتي ما كندير معاهم والو انا ما كن لاقي كيش عطيك تعطي فوالا ما شنو انا براك يدبر عليا راه انا براسي خاصني يدبر عليا فهمتي كنت درت واحد ستوري قلت راه هادو ماشي صداقه هادو راه انا تنكون فرحان تنعطي الفولورز ديالي تبارك الله عليك صراحه لقيت هذيك هاد الهضره هادي نيت لقيتها في لي باج كاعلينا كيسحب راسو تشكون كيسحب لك راسك كيجيو كيعايروا والله ينعل لا انت ما درتي والو تنقول دابا شنو
وانت الفلوس اللي جاتك عطيتيها دابا شنو دابا شنو انايا كون شديت هذاك الشيء صافي وضربتها بالصقله ما نعقل على حتى شي واحد غنكون مزيان حتى شي واحد ما يهضر معاه ولكن فاش كتجي كتعطي وكترجع ومن بعد ما كيوقف عليك 70 واحد في النهار عادي ان تبغي توضح الامور والله ينعل لا 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 الناس تقول دابا شنو واتس ذا بوينت داكشي كامل اللي عطيت هي هادي بارك كنضور في المدن وكنعطي شنو اون بليس درتي مشيتي زيد فلوس لي صافي سيمانه وسيمانه وانا كنضور عرفت شتك هي هي من غير هادشي راه فاش كدير هادشي راه كتسمح في خدمتك كامله اللي كديرها في الدار هي هاديك اللي هي سورس ديال فلوسك هي هاديك كتسمح فيها والدوكيومونتير الايديتينغ ديالو راه كتسمح في داكشي وكتبقى مركزه على هادشي وكتخرج واحد البرودوي وكتبقى تسمع ليها ولكن شوف هذه الضريبه واه عادي راه هنا فين كينفع انها تبغي هادشي شتي انا كنحاول نقول 100 ناس ياك كاينين 30 اللي كيهضروا 70 ما كيهضروش كيعجبهم الحل هذوك 70 ما عمرو غادي يهضروا دوك 30 اللي ما عجبنيش الحل هما اللي غادي يهضروا هما اللي غادي بطبيعتنا حنا باش حنا راه خايبين الناس كدماغ دماغنا راه ما دماغ ما والو بطبيعتنا كنركزوا على داكشي اللي كيبان راه ما بين 100 كومونتير غتلقى ثلاثه خايبين غتعقل على ثلاثه اما داكشي برافو عليك واو 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 واعر 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 تيوليو يجيوك راه وحدين تيقولوا هضره خايبه ولكن راه 95% راه كلهم بوزيتيف راه كي داخلين تيشوفوك شنو غدير كي بوشيو كي يومين كيشجعوك راه فوالا عندك مع كورة والو والو كنهضر كورة الناس ما كيحملوهاش كيقول لي انا قوست على المغرب علاش نهار خسروا في الكوب دي موند مشيت نشوفهم انا في القطر رجعت بوشيو فيديو الناس شدوا فيا اي واحد من اللي تيخسر في المغرب كيولي هو المشكل حتى انا اللي قوست على المغرب في الكوب دافريك كوب دافريك انا اللي قوست عليهم مشي جدو لينا ها اجي اجي واش عجبتكم ديك الفيديو اللي حطينا في واش شفتوا لا فيديو فين مامبا كيهضر بالعربيه الفصحى واش شفتوها ولا انتما كضحكوا لي انا انا الفصحى انا معلم في العربيه الفصحى هو مليان بروتين كل الخبز لا الاخر الخبز واش بدل بوكيبول فيها عامل بروتين عامل بروتين الروز ماركة عيانة لأن لا سبونسر نايس تبقات نزول البنش بنش شنو تفضل البنش ولا البوش أبس نديرو بنش كنترينا نهار سوبر سيت دوز اكزارسيس كتجيني واعر في كاع زعما لي ميوسك مثلا كنتريني تشيست اند باك سيونس وحده تشيست باك ثلاث اكزارسيس كان الترني و واعر كتجيني في الزربه كتريني قلت 30 دقائق 40 دقائق كملتي كما قلت لكم زعما انا ماشي برو زعما باش نبدا نعطي نصائح في هادشي لا ولكن عارف اكسبيريمونت لا فلامينسكي اما كيف ما قلت لك ما بين لا بوكس ولا ميسكولاسيون ومازال ما متاكدش بحال دابا في لا بوكس ديما فاش تصيفط ايديك ما تيخصكش غير تصيفطها صافي تيخصك الدفعه كامله دابا مثلا هنايا ما واصلاش لك ولكن الا رخيت كتافي كتقدر توصل اكثر دونك تيخصك تولف انه كتصيفطها حتى الكتف ديالك كيطوندا كامل ونفس الحاجه كنطابق على هنا دابا في لي زيكزيرسيس ديال البوش في بلاصه من بقى خدام وكنت فعل هنا وليت كنزيد ديك واخا نورمالمون ما خصهاش تكون في لامينسكيلاسيون بغيت نولف دماغي انه اون فوا كيدفع كيكمل حيت انا ولفت كندير ها هو كنرجع بسبب لامينسكيلاسيون واش بصح ولا لا ما عرفتش ولكن الا كانت غتخليني نولف على نطوندي يدي احسن دابا واحد كيدير لامينسكيلاسيون غيشوفني درت البانش بحال هكا يقدر يقول لي عم خاصك طوندي كثير لا انا ولكن فهمت الا واحد مزيان انت الا درتيها مزيان فوالا كل واحد تيبغى كل واحد غادي يقول لك لا راه شوف يدو كيدايره هاد العلم هذا عاجي طلع لي براسي والله الا تخيل معايا كتكون فواحد الدومين لسنين ما كيتقاداوش هاد الهضرات هاد ما خصكش دير صبعك هكا خص دير لي صافي وخليوني نتريني والله لابس هو هذوك اللي كيقول هذيك راه ما كيترينيش هذا هو المشكل مره في السيمانه واحد الدراسه خرجت الشهر اللي فات كتقول داكشي اللي درتيه 7 سنين هادي ما خدامش وانا راه وصلت لداكشي اللي بغيت علاش مازال كتقول لي هادشي والله لابس صح تيجيوني هاد لي ديطاي هما اللي كيمرضوا فهمتي والله الا هاد القضيه هادي راه مشكل دابا باش تطلع فيزيك زوين تيخصك تكون كتريني كدير واحد لي فوق الكور ديالك كيحاول يتادابط عليه بانه يبني لك ماس ميسكولار تيخصك تاكل مزيان تنعس مزيان وكتلقى الناس ما بين هادشي هذا كامل ما كيدير حتى حاجه فهادشي والله وتيقول لك واحد الكرياتين خرجته هاد الشركه واش مزيان ليا اييه لا كيقول لك لا تسنى هذيك سمعت كنسمع دائما عندك فورما زوينه واعر وانت كتريني
هذا كي ياخذ الكرياتين هذاك ما هذاك ها كيشرب الوي هذاك شو هادشي انا ما بقيتش كنسمع عليه في 2017 والله الا يحبس البروتين والله الا وشنو بغيتيني ندير والله الا بحال الا كتقول لي ولا ما بقيتيش كتريني ومشيتي تجري ما يكونش عندك السوفل وراه ما كنتش كنجري ما بقيتش كنتريني راه ما يكونش عندي السوفل راه رياكسيون عادية حبست لا مينسكيلاسيون وما غيبقاش عندي ماس مينسكيلار علاش غتبقى الكور ديالنا راه ما تتعجبوش راه ما تيبغيهاش ما عارفينش الناس بلي الماس مينسكيلار راه ما تيحملهاش الكور ديالنا راه بالنسبه ليه راه واحد كد 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 ليه الشوك من غير كدير ليه الشوك كتبقى تكونسومي لك الانرجي بزاف الماس مينسكيلار ما كيبغيهاش الكور ديالنا وما تيبغيش الكور ديالنا انه يكون ناشف بزاف راه تي الليطه العاديه ديالو واحد 15% الا كنتي فهمتي مطيح الفاط واحد 15% حتى 12 كاع اما بنادم باغي يكون ديما في 7% باغي يشوف العروقه هنايا هادشي دابا ما كاينش هادشي باش تكون عندك راه ماشي شحال الساكريفيس خاصك تكون دي حتى غرام حسبوا بوا حسبوا تحسب راه هذا هو البلان ما تكون مزيان لا في دماغك وحتى في صحتك ما تكونش مزيان راه ما مزيانش تكون ناش راه هادشي علاش ديما لي زاتليت معاك كيشارك في الكومبيتيسيون كيخرج من صافي كيطلق شويه تيخصو راه ما نزلكش هادشي ديما شو دابا انا في السكوات كنت كنضيق رجلي في البنش دابا هو اللي كيضيق يديه دابا شحال دابا انت كتريني تقريبا 9 سنين 9 سنين الا كنتي خاصك تقول دابا شي حاجه نصيحه لشي واحد كيسمع يلا غادي يبدا لونطريمون شنو هو النصيحه الواحده اللي هي مهمه لك انه ما يعولش على الموتيفاسيون ما كاينش شي حاجه سميتها انا داخل موتيفي فاش كتبغي دير اي حاجه اللي كتاخذ الوقت سواء بيزنس سواء تبني شي كورس سواء تعلم شي سبور راه ما كيتخادش هادشي دابا بشهر ولا شهرين انت خصك تكون عارف باللي الا بغيتي داك الشيء نيت يكون هو هذاك راه تياخذ سنين وفهاد الوقيته هادي في وسط هاد البروسيس تتكون تنجي واحد النهارات ما حاملش دير داك الشيء وتبدا تشك انا مازال دابا كنشك في راسي يوميا كنقول واش ندير هادي العكس انت راه تيكون دماغك تيديرها هو هادشي عادي دماغنا تي فهمتي خصو يثق في راسو مزيان واحد اللحظه تيخصو يشك في راسو واحد اللحظه واحد الاكيليبر راه مزيان حيت الا بقيتي تثق في راسك كتزبله بزاف اييه ولا بقيتي كتثق في راسك بزاف ما غدير والو اييه تيخصك تكون لاقي هاد الاكيليبر هذا ما بين بجوج وحاط هذيك النقاط اللي خصك ديرهم ا بي سي دي روتين تيخصك تتبعو كيف ما كنتي حاس اييه الديسيبلين فوالا الديسيبلين هي اللي مسلكه أيه. دابا انايا بديت اول مره عرفت الديسيبلين عرفتها في لانسكيلاسيون فاش بقيت شاد لقيت باللي الكور ديالي كيرياكتي غنبغي نبدا مثلا شي خدمه غنقول راه حتى في لانسكيلاسيون راه شكيت في راسي هكا في الاول زيد شد تلقى راسك شويه ولي شي عندك كور زوين كتقول في لانسكيلاسيون راه صدقات ليا دونك خصني غير نشد حتى في بيزنس راه من هنا واحد 9 شهور غنلقى هادشي هذا ولا كيدخل لي مثلا فلوس اولا شي حاجه وكتلقى راسك عشت هادشي كتولي عندك الداتا ديال الديسيبلين اي حاجه بغيتي تبداها كتحس هكا كتبدا تقول راه طرا لي هادشي دابا صافي كيزيد شد اي حاجه الموتيفاسيون ما كاينش فهمتي داك الشيء راه لحظي الحاجه اللي لحظي راه ما نسلك تيخصك تعتمد عليها كاع كون هاد الديسيبلين هي اللي كاينه دابا انا متاكد كاين بزاف اللي كيتفرجوا فوق تيقول انا صادق عليه اييه كاين ما كيشوفوش الخدمه اللي كاينه موراها اش انا راه ماشي واو عاش الحياه ولا ولكن راه ما كاينش شي واحد تلاقيت معاه واصل شي بوين صادق عليه ما كايناش دابا هو علاش بدا كيدير هاد الفلوغات علاش كينوض ويدوي مع الكاميرامان ويمتى غنمشي ويجرو ويجي ويكون كيخلصو ويصور الكونتنت وفين ما مشى خصو يبقى حد التليفون ويمشي ويعاود يرجع ويهز التليفون انت كتشوف الخدمه ديالها انا كتشوفها حتى حيت كديرها صاحبي شوف ما كاينش شي واحد عنده الزهر كيدير واحد اللعيبات اللور اييه ومفتعرضو كاع ما كيخدمش بنفس التمره ديالك كيدير واحد اللعيبات ذكي كثر منك اييه وانت هي مازال ما طحتيش عليهم تيخصك طيح عليهم عندك الصح شوف عندنا حنا واحد المشكل كنلاحظو صراحه ماشي غير في المغرب عند كاع الناس اللي ما كيكونوش كيلتزموا ما عندهمش الديسيبلين وهادو هما الكاتيجوري كثيره راه الكاتيجوري كثيره هي اللي ما عندهاش الديسيبلين راه الكاتيجوري اللي كتعرف الديسيبلين فوالا باينين فوالا دونك معاك تبان ليهم انت ما تيقولش خصني نوض نخدم اكثر صادق عليه عنده الزهر والله الا شي لعيبه هكا والله الا جبتي والله الا 100% والله الا شتي هاد التوبيك هبات 100% هي هذيك هذه والله الا ما كتقعداش المشكله راه كيجيبوها في راسهم الا بقى كيفكر
حيت عمرك ما تتحمل ديك المسؤوليه ديال تفو خصني نوض انا نخدم اكثر. اييه تتولي لاقي تسب لاي واحد تلقاها سهله كون كان عندي داكشي اللي عنده شي كنت غندير. اييه ممكن غيدير والو اصلا واخا يكون عندك الا ما كانتش عندك الديسيبلين غيمشي لك داكشي غتبقى تخسر تخسر غيمشي لك الا ما كانش الديسيبلين ما كيتكارداش داكشي ما يمكنش يبقى عندك ديما عنده صا والله 100% راه خدمه هي كلشي مثلا كيصور هما صور هو دوكيومونتير واش تصدق ليه ما هذيك والكومونيكاسيون قبل وبزاف د الحوايج قبل اللي نتوما ما كتشوفوهاش ولكن كاين شي ناس كيقولوا صدق داكشي وصافي شوف غير واحد النهار غير واحد النهار اللي غيتعاود داكشي عاوتاني غادي نلقاو شي هضره اخرى وغادي نعاود ناكد عليهم عاوتاني وغنبقى ناكد عليهم حتى غيجي شي نهار غيقولوا وما يمكنش ديال الاخرى ما عقلتش عندي انا انت مازال لك ديال الثالث قالوا لي انا بزاف الوالد عطاني خدمه خدمت معاه حتى شي نهار قلت راسي اولينا باب اب وحدي ونخدم على راسي ونربح حياتي وندير داكشي كامل بيدي انا بغيت نفرح الوالدين نقول لهم شوف راه هذا وصلت هنا بوحدي ومي وصلت الحمد لله الناس كيجيو كيهضروا لا هذا ولد هذا عنده سهله ولكن اهم حاجه هو ان انت ساتيسفي من راسك انا مساتيسفي براسي والناس اللي كيفهموا الخدمه اللي قلتي الناس اللي كيفهموا الخدمه قلال كتبان لهم كتبان لهم خدامين لا ما عنديش انا في دماغي صادقه عليه اول حاجه بغيتي تصلحها في راسك اذا بغيتي دير شي حاجه ما كايناش صادقه عليه اول جمله خاص اول فكره خاصك تحيدها من دماغك اون فوا غتحيد هذه وغتبدا تقول شنو ناقصني انا خصني نزيد نخدم غتلقى راسك بديتي كتافونسي والله شوف وما يكونش في واحد الحسد في المغرب عندنا بزاف للاسف والا ما تحيدش هذا الاحساس هذا بنادم فهمتي ما كيافونسيش في بلاصه ما يكون عندك الحسد بالعكس بغي الخير للناس وغيجيك حتى نتايا دابا انت على اي واحد كيكون كيشوف شي واحد في السوشيال ميديا تكون عنده عليه واحد لامبرسيون بلا ما يكون عارف بغيت تقول لي شنو هي لامبرسيون اللي عندك عليا يعني تكون صريح شوف انا راه كن باش نكون صريح صريح معك صريح واخا تقول لي كيل انت هاد السيد هذا زيد تعرفت معاه شهر 9 ولا شهر 10 ياك صيفط ليك واحد الميساج في انستغرام كنصيفط ليه واحد الميساج ما كان بالي انا كاع ما يجاوبني انا صيفط ليه ميساج اصاط علاه زعما ما عرفتش زعما راه معروف ما شفتيش الميساج زيد وحنا كنشوفوا الميساجات كاملين زيد ودابا صيفط ليه ميساج جاوبني في نفس النهار ولا راه نفس النهار بالي جاوبك على السيمانه ما نعرف علاه زيد جاوبني ياك جاوبني قال لي صافي غادي نصوروا انا ياك مشات غير خليني شي شويه راه كنوجد جاني وصل اديتينغ ديال الدوكيمون هي ومن بعد تلاقيت معاه كنت كنصور عاوتاني واحد الفيديو ديال هنا في هذه الصاله هذه وتلاقيت معاه وهضرنا دريويش والله الا هضرنا لا شوف لا تسنى لا والله كتصبغني ولا ما كنصبغكش انت كيفاش كنصبغ بغيت لامبرسيون ديال قبل ما تعرف ما تشوفني معلوم قبل ما كتعرف شي واحد عنده مليون في انستغرام وداك الشيء كتشوفه كتقول يقدر الا هضرت معاه غادي يكون زعما هذيك عادي كتشوف واحد شي واحد كيبان ليك زعما راه مري زيد ولكن ملي كتلاقى معاك زعما راه بحال تعرفنا انا وياك مش حال هادي وظريف شوف وكتعاون الناس شنو هو السؤال ديالك عاود يلاه سير هادشي انا ما بغيتش نسمع صافي انا باغي نسمع لامبرسيون ديالك عليا قبل دونك دابا دابخي ما فهمت من هضرتك كنتي كتخيني في العياقه لا ماشي في العياقه باش تخيل واحد ما غيجاوبكش كتخيني لا شنو غنكون زعما مش انا شحال الناس ما كنجاوبهمش حيت ما كنشوفش الميساج شحال قلتي دابا كنشوفوك كاع لي ميساج ولكن كتشوف انت الهيدن ميساجز حتى هي بعد المرات وي وانا ما بقيتش كنشوفه ما قدرتش كيجيك بزاف ديال الميساجات وانا ملي كنهضر مع شي واحد يقدر الميساج ما غاديش يوصلني وي وي فهمتيني هاد الهيدن ميساجز راه الله حتى شي 3 شهور باش عرفتها ياك دابا راه نورمالمون كتكون الباصه ديال لا ميساج اللي نتايا ديجا اكسبتيتيهم وكتكون ريكويست ياك وعادش واحد الهيدن ميساجز كيكونوا عندك كدير الريكويست هكا وكتلقى كطلع لك لتحت كتكليكي عليها قبل ما تشارجا وما كتعرفش علاش كيمشيو ليها وما كتفهمش علاش كيمشيو ليها حتى انا النهار عرفتها كنقول ويلي هيا كيفاش هيا النهار اللي تلاقيت معك انا قبل ما نتلاقى معك دائما كنشوف الناس ما كنعرفهمش ما كنفكر في حتى حاجه يقدر هذا السيد ظريف يقدر هذا السيد في العياقه يقدر هذا السيد زعما جاوبنيش على الميساج ديالي ولا السؤال ما بغيتيش تجاوب على السؤال انا نقول لك انا الاول يلا سير باش فهمتي انت تقدر شويه يلا سير كنت خايلك واحد لاباس عليه ولكن من طريقه هضرتك كنقول لك ظريف بين الله عما لا دار الله يحفظك
زي هذه امبريسيون مام امبريسيون وانت انا امبريسيون ديالي الدري نتايا ولكن عنده 100 مليون فولورز اين ما غيجيبونيش في العيال لا علاش تشلا اول صوره شفتها شو اول صوره شفتها من عندك كنت جالس يقدر في شي قنت ولا ما نعرف وكتشوف وفي ما عرفش شحال من لي لايك ولا ما نعرف زعما الشوفه ديالك ديال القتاله ديال القتاله كنشوف دونك كيشوفني في العياقه لا ماشي كفايه لا عندك ما قلتش شوش راه ظريف قلت لي ظريف يقول لي تخيلتك ما تقدرش تجاوب لا العياقه لا زعما ما تجاوبنيش هي في العياقه زعما في راسو لا غير ما شفتش الميساج ولا ما شفتيش الميساج ولا عندك شي بزاف الناس كي زعما كيسولوا فيك ولا شي حاجه بحال هكا ما نعرف فيكم هادشي كامل اللي قال في كلمه شوف صراحة والله عارف شي اللي كيخرج عليا انا بعض المرات في السوشيال ميديا مش كيخرج عليا كيخرج عليا ونافعني في نفس الوقت هو ان هاد مثلا حاجة هكا انا تنقولها ما كنهش نهم كيفاش غيفهم الناس الاودينس ديالي القديمه كتفهم باللي راه انا داير هكا غنقولها نيشان غنقول مثلا كنت كنتخيلك في العياقه انا ما غاديش تجاوبني نقدر نقولها هكا غنلقاها غد لي في لي باج ولا ولكن عياقه والجواب حاجه اخرى عياقه هي غنقول لك انا نقول لك انا العياقه هي تجاوبني مره ومبقى نهضر معاك ما بقيتيش كتجاوب دابا عارف شفتي الميساج بقيتيش كتجاوب هذيك انا كنسميها العياقه هذيك اللي ما كتصيفط الميساج لواحد عندهم كانت عندك مليون ونص ولا ما بقيتش كاع عارف تبارك الله راه مليون ونص ديال الناس ولكن شوف ميساجات ولكن الصراحه فيها واحد الشويه صراحه عزيز عليا دابا والله لا عزيز وحق الله كنتبعو وكيعجبني نشوف الستوريات ديالك انت والله تعزيز عليا الله يحفظك الله يحفظك واخا شي مرات كتطلع لي في الصباح انا يلاه فك من الناس مازال ما عرفتش تقهوى كتقول لي ما تزابطيش تقول خويا بعد مني باغي نزابط ولكن والله حتى والله شوف الامبريسيون كتبان شوف في السوشيال ميديا تقدر تشوف شي واحد واخا يكون كيفيكي كتحس بشي حاجه تما ناقصه اييه هاد البلان هذا ما كانش حسيت به في الفيديوهات ديالك كان صافي كدوز انا كيطلعوا لي الميمز عليك هي الاولى اييه عاد شنو تطلع لي انت وانا كنت كنقول لك يطلعوا لي الميمز اجي نشوف اش كيدير كتب لي ما تزابيش كل مره في دوله ما تزابيش ما تزابيش صافي خرج من تما نار لقيت الميساج ديالك لا دخلت لقيتك بلي راه زدتي شوف واحد واخا يكون عنده 5 المليون 10 20 تيجيني واخا كنبان في السوشيال ميديا هكاك زعما واخا كنعطي ديك لامبريسيون بلي راه في عياقه ولكن كيجيني الواقع شوف الواقع بوحدو ما عمرك ما تيخصك اللي كتلاقى معاه ما عمرك ما تيخصك هي شوف شكون انا اصلا ما باش نحس بالعياقه شتي عندك انت وشكون انا باش نحس بالعياقه انت شكون انا فهمت واحد اللي غير انسان عادي علاش غادي نحس بالعياقه هي دبات والله تنوريهم واحد اللعيبه بالله ستاني خاصكم تشوفوا هاد اللعيبه باش تعرفوا فرونسي فيلم غلغلي عليه فاش شفتو هي ضحكني فاش دوينا على اساس انه نديرو سيونس اليوم قال لي مانيفيك ا دوما وانا نصيفط لي هادي قال لي شون ترين كو دوما باش نوجد راسي شو نوجد كتب لي او ان باش اون وجد راسي واش فهمت هاد اللعيبه هادي راه انا عاد كنتعلم ديك العربيه شتي دابا عندي العربيه طالقه معاك شتي ديك العربيه عندي طالقه علاش عاد كنتعلم ليها واش انت مكتبتش كتهضر بالعربيه كاع شويه كنت انا تزاديت بالفرونسي والتخربيق عاد تحيد الفرونسي ما كنحملش الفرونسي كيعجبني لونجلي الانجليزيه اللي كنهضر ليها وانا زعما كنضارب باش نقدر نتعلم العربيه ونقدر نهضر في بلادنا بالعربيه والحمد لله دابا كنشوف شتي اللي هضرنا في الاول على قبل خذ الفيديو ديالك في الاول كنشوف دابا الفيديو الاول بالعربيه ديالتي والفيديو الاخر ناري والناس كيقولوا لي العائله كيقول لي ولا طاقه عليك العربيه كيقول الحمد لله هذا راه باغي انا لا ولكن احسن حاجه هي انه فهمتي ديجا مطلق ما تي تسوقش ترى دير اللي تيكون فوالا اللي تيكون تعلم اللي تيكون تيبقي زي الراس وما تي ما تيديفلوبي والو تيديفلوبي والو شنو اللي صعيب بغيتي تنقص في الوزن عطي اهميه للماس ميسكولير اللي كتبنا بلا ميسكولاسيون ما كتبناش بالجري شنو صعيب في هادشي هذه اول قاعده شي انفو بعدا كتكون حطيتي رجلك على هذه راه بحال الا انت من كازا باغي تمشي لمراكش راك شاد لوطوروس بعدا اييه راه مازال غتسول على الطريق الاول كي راه على الاقل ماشي انت غادي العكس غادي يجي طنجه فهمتي اييه شرفتيني اليوم والله الا راه والله الا الشرف ليا على قبل هادشي والله راه دوزنا واحد الوقت واعر ونتمنى تعجبني الحال تعلموا بزاف الحوايج تعجبني الحال شوف والله الا انا تنامن باللي الكاتيجوري اللي غتبدل راسها راه كتستافد من هادشي اكزاكتو واللي دوينا عليه من قبيله اللي كيحاولوا يلقاو اكسكيوز لكل حاجه راه واخا ما عرفتش اش تضل تبقى تقول ما غتبدل والو حيت الواحد راه ما تيتبدلش انك يسمع هضره اييه
كيتبدل هو اصلا تيكون باغي فهمتي انت غير كتقيس ليه ديك البوان اللي مازال كانت خاصه هي اما اللي ما باغيش يبدل زعما راه تعيا ما تبقى الدوي ما تبقى الدوي ما غاديش يبدلها ما غاديش راه هي هذه والله الا تبارك الله عليك تبارك الله عليك انت اخي مشرفين مشرفين شوف المره الجايه والله الا غنولي ندير معاه غنولي ندير معاه خرجات خارج اطار الفلوغات والسوشيال ميديا شات والله غنديروا السيرف والله تبارك انت ندير السيرف راه خدام فيها انا 4 سنين دابا خدام فيها هاي بقات لي 1000 4 سنين انا كنضرب على هادي 2 مليون دابا هو 99 كاياك انا غندير ستوري غادي نقول وصلوا من بال المليون بغينا نشوف واش وصل غتكون فين وصلوا الارقام ورينا الارقام صاحبي من الانسايت يلا ها الارقام قال يا والو ها ها نضربوا المليون شي 270 اللي باق اش ديك ام هذيك لا ام مزيانه كتفرح هيك مزيانه ملي دستي انت الدو ام ها فرحتي دو وي ولا دست وي ولكن صراحه فاش توصل الام الاولى ما كتبقاش نفس الحماس الاول اها فهمتي فهمتك هذوك ام بحال دابا لبست لك 100 عندك داكشي عادي انا راه خرج من هاد الصاله اللي جات كنت قال لي ديك وان ام وصلت للمليون وشنو ها هي شافها من تليفوني قبل ما يشوفها من عنده اجي 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 انا اول واحد وراه وانا منين ها اي كنحس دابا بشي حاجه طالع بزاف وان مي كونغراتس اخي كونغراتس ضربتي على وان ام العقبه للزوج العقبه للزوج الثلاثه والربعه والعشره دابا عندي ام يلا تعشر عليها ما عندك فرحان اعطيني وعد وعدني وعدني المهم don't forget to like subscribe and turn on the notification button والله الا نهار كبير درنا هذا الفيديو مع بيك مع عبات والله الا بيك اخي بيك ان شاء الله نديرو شي فيديوهات اخرين ياك المره الجايه يكون سيرف ولا بلاش تنتعلم تنتعلم تتعلم عاد ندير شي فيديو دوكيمونتي كيفاش كنت النهار الاول كيفاش رديت من بعد كونتيني فيها مشات والله والله الا انا معاك مشات والله الله يحفظك اخي نهار كبير هذا وشوف Man's up first. Man's up first.